أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: المنافق نفاقا عمليا، هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ هذا مؤمن يا أخي، اللي يكون في الدرك الأسفل من النار أهل النفاق الاعتقادي، هم اللي في الدرك الأسفل من النار. أما المؤمن اللي عنده صفة من صفات المنافقين هذا معرض للوعيد، لكنه لا يخلد في النار. نعم.